الأهلي أبدع وأمتع وأقنع أمام الوداد ووصل للمباراة النهائية، والاتحاد الدولي تقريبا قال إنه مونديال الأندية إن شاء الله هيكون في العاصمة القطرية الدوحة في يناير المقبل بإذن الله تعالى. الأهلي يتوج بطلا لأفريقيا ويشارك ويعود لمونديال الأندية بإذن الله. الرأي المهم جدا في تجربة الأهلي مع بيتسو موسيماني كان لصخرة الدفاع وائل جمعة. موسيماني يبقى هو الرجل الأهم والرجل اللي عاد للأهلي شكله وتوازنه، وبقى الأهلي صعب ان انت تسجل فيه دفاعيا. مع فايلر كان الأهلي ممتع هجوميا وفي اداء حلو جدا، انما سهل انه يخسر. مع موسيماني لا، الفريق اتحسن دفاعيا، بقى في منظومة دفاعية، بقى في منظومة. الفريق لما بيخسر كرة بيلعب 4-4-2 ويرجع يقفل الملعب، فالبيئة مناسبة جدا لكل المدربين واللاعبين اللي حابين انه يشتغلوا في الاهلي. وبعدين الاهلي بيصنع وبيدي تقل، بيدي تقل وبيدي ثقة لكل واحد يلبس تيشيرت الاهلي مهند. انما الشناوي للامانة واحد من يعني انا اختار نجم الموسم هو محمد الشناوي. هو انا عايز اتوقف عند الكلمة مهمة جدا، لان هي بتلخص الأهلي بيئة جيدة للمدربين. عندما يبدأ الأهلي بتألق مع فايلر ومحدش عارف مين فايلر، فكل الناس تقول فايلر وعمل وسوى واكتشف وقال وأبدع، ثم يحصل أن فايلر ما يكملش وما يركزش ويبقى عايز يمشي، ثم يأتي موسيماني وفي وقت قياسي يتقلب الأداء إلى إشادة ومتعة. إذن هو القماشة مساعدة لأي مدرب يريد أن يبدع، أن يخلص، أن يركز، أن يصل إلى هدف، أن يكون له مشروع. هو الأهلي، هو البيئة المناسبة، هو القماشة المناسبة، هو ده الأهلي. لكن بقى حكاية اصطفلان ما جاش، الوداد ما جاش، الأهلي لعب ماتش كويس قوي علشان الوداد ضعيف. طب ما هو ضعيف عشان المنافس أقوى مما أن يحتمل. هو ده الأهلي، مش في رأينا ولا في رأي أي حد بيتكلم على الخروف. ده رأي الكابتن حازم إمام. الأهلي عمل ماتش حلو قوي امبارح برضه. خلي بالك يعني إنك تلعب سيمي فاينل تكسب 5-1 نتيجة ماتشين ما بتشوفهاش في حتة في يعني ده تشامبيونز ليج، يعني تشامبيونز ليج يعني أقوى حاجة بطولة في القارة. طب عايز اسالك سؤال حازم، كل الناس بتساله، الوداد مش بالقوه اللي احنا كنا فاكرينها، ولا الاهلي هو اللي قدر يفرد الاثنين؟ يعني الاثنين طبعا. الاهلي جاب جون بدري قوي في الماتش الاولاني، فطبعا وصد بينتي، فالامور يعني خرجت بره سيطره نادي الوداد وما ظهرش بالمستوى اللي كنا متوقعينه. يعني حتى يعني اكثر المتفائلين بنادي الوداد ما كانش متوقع المستوى اللي ظهر بيه. فحاله الاهلي اكيد جيده، انك تجيب جون بره ملعبك بتقلب الموازين بشكل كبير جدا. لكن اكيد برضو الوداد مش بنفس القوه، لكن ما ممكن يبقاش نفس القوه انت برضه ما يبقاش ليك رد الفعل، لان في ناس يقول لك اصل ده ضعيف فالاهلي كسب. مش تكسب 5، ممكن تكسب 2-3 يعني. فالاهلي يعني حاجه كويسه في ان جاب جون هناك في اول دقيقتين، جاب جون هنا في اول دقيقتين، ده بيخلي الماتش بيتسهل جدا جدا. انت نازل هنا مثلا الوداد بقى عمال بقاله 5 ايام هنرجع ونعمل، في اول دقيقتين هتدخل في جون خلاص همد طبعا مهما كان هيحاول همد. فبتطلع اللعيبه بره تركيزها، زائد ان انت الناحيه الثانيه الاهلي بيلعب بهدوء تام، اللعيبه واخده ثقه في نفسها كبيره جدا، المدرب هادي مهدي لعيبته، يعني حتى لو حد عمل حاجه غلط ما بتلاقيش اللي هو التعنيف اللي بيخلي اللعيبه تطلع بره تركيزها، لا يعني كلام كله توجيهات بشكل يعني راجل بشوش قوي بصراحه. موسيماني ده شكله يعني شكله لذيذ يعني، انا بحبه قوي، انا بحبه من زمان من صن داونز لما جه اشتغل معانا هنا على فكره في اون بطوله افريقيا. الراجل كان تحسه بيحب مصر جدا وعايز يشتغل في مصر، حبيته من ساعتها بس. لا هو مدرب، انا بحب الناس بتلعب كوره، فالناس عايزه كوره حلوه. مصر المصريين بيحبوا انك تكسب بشكل حلو، ففي فرق ان المدرب يلعبك كوره حلوه وتكسب بشكل كويس. يعني الاهلي جاب جون اعتقد امبارح حاجه 40 نقله لغايه لما جاب الجون، دي بتبين لك ان السيطره والقدره على تدوير الكوره ومفيش ضغط والناس بتلعب بشكل كويس. فدي كلها حاجات اكيد عايز اخدك مهمة. طيب هو لمس على نقطتين او ثلاثه مهمين جدا، ان هتقول لي الوداد ومستوى الوداد، لا هقول لك لا مستوى الاهلي، لا لعب بابداع وتالق، وموسيماني قاده الى انه يلعب بامتاع، لان كورته المصريين يحبوا كورته، ودلل على ان في جون جه بعد 41 نقله للنادي الاهلي. فانا مع حازم امام
المتعة لما تمتزج بالنتيجة. وبعدين أهم حاجة لمس عليها برضو وكلنا ملاحظينها، الهدوء اللي فيه المدرب. يعني لما يرجع يقول للناس في أوضة اللبس قولوا للكابتن أحمد الشيخ اللي هو سامعه طبعا، ما تزعلش وما تضايقش بس ما تعملش كده تاني، ودي بتحصل، ده راجل بيصدر الثقة وبيصدر بدون أن يهمل عنصر أنك لا لازم تركز. فيعني كل دي سمات في صالح المدرب. لكن انت عايز تاخد محمد صلاح بعد كده ولا وليد صلاح؟ كابتن محمد صلاح مدرب الزمالك بعين زملكاوية، شايف مين ابرز واخطر لعيبة الاهلي دلوقتي؟ كيف ديانج من احسن اللعيبة في النادي الاهلي، احسن لعيبة هو السولية. جول اللي وصل بيه حسين الشحات بذل فيه مجهود غريب شويه. لا هو الاول نظره الشناوي في اللعب، هم ثلاث تمريرات بالظبط، ثلاث باصات جول. لكن الشحات هو دي اهدافه. يعني ما بيحبش يجيب جول بسهوله. لكن ديانج هو نص ملعب ما شاء الله، الدفعه بتاعته الاولانيه دي والسليه في تطوير لعبه، اعتقد دول احسن اتنين ومخليين قفشه في احسن حالاته. راجل كمان مهتم قوي بقفشه، يعني هو بيحب خلي بالك كان عنده لعيبه عفاريت عنده صن داونز، يعني كلهم سيرين وخمابيليت ومجموعه، يعني يمكن اللي ما عندوش كان هو السرد باكين. لا كان عنده ناس، هو كان بيحب يختار لعيبه الكوره الحلوه وبيحب على الاطراف لعيبه سريعه وبيحب يبدا من تحت. وانا وجهه نظري بيرغم اللعيبه بتاعت الاهلي تبدا من تحت.